اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كابتن فاروق، في مباراتي الزمالك مع البنك الاهلي وسيراميكا ايضا لعب بثلاثي خلفي كل من محمد طارق والونش وحسام عبد المجيد، كان غير متواجد محمد عبد الغني ومحمود علاء. اليوم بقى عوده محمد عبد الغني هل هيكون على حساب اي من حسام عبد المجيد او محمد طارق؟ يعني احنا طبعا هنستنى التشكيله، كنت انا سامع امبارح ان محمد عبد الغني لسه مش فت يعني بشكل كبير، لكن هو بيحفظ اللعيبه بيلعبوا 3-4-3، فهو اللعيبه بدات تشرب طريقه اللعب، بدا الثلاثه اللي ورا حسام عبد المجيد بدا ياخد مساحه من اللعب، موجود معاه الونش، والونش لازم في الفتره اللي جايه دي يشيل اللعيبه حتى لو هو بدنين مش قوي، لكن برضك خبراته يتكلم مع اللعيبه. انا شايف الفتره اللي فاتت الزمالك بدا يعني يتاقلم على 3-3-4-3. يعني لو جاهز يلعب على حساب محمد طارق ولا حسام عبد المجيد؟ لو جاهز هيلعب على حساب حسام اكيد، يعني حسام بس أكيد. محمد عبد الغني بيلعب في ناحيه اليمين في الثلاثه، يبقى ناحيه اليمين هيودي طارق شمال وهو ما بيلعبش في المكان ده شمال. لا هو انا برضك يعني انت ما بتحط الثلاثه، يعني انا مش بلعب بقى زي المساكين بيبقوا اثنين في عمق الملعب، الثلاثه دولت ممكن يغيروا مع بعض، يعني انت حسب ظروف الكوره، يعني ممكن ظروف الكوره ناحيه الشمال يعني لازم يبقى في ترحيل من الثلاثه، لو ناحيه اليمين هيبقى في ترحيل من ناحيه الشمال، لازم يبقى هو مأقلم اللعيبه على الترحيل في الوية، وهي يمكن هي اسهل طريقه عشان اللعيبه تبقى قريبه من بعض، وخصوصا الثلاثه اللي في عمق الملعب، اما بيبقوا ثلاثه في عمق الملعب هتلاقي الترحيل بتاعهم سهل، مش بيروح في الترحيل مثلا 20 متر و30 متر، هتلاقي 6-7 متر ويقفل بيها بشكل كويس. بدات لعيبه نادي الزمالك تحفظها، وبدات في الناحيه الهجوميه بدات تشتغل، التغييرات كمان اللي بيعملها الشوط الثاني بتطور الاداء، وانت يمكن اهم حاجه ان انت لما بتيجي تشتغل يعني افضل حاجه بيعملها المدرب ما يكون عينيه كويسه، وبيطور الاداء. وعلى فكره فريرا في الفتره اللي فاتت بيطور الاداء، أنا معظم الماتشات اللي احنا كنا بنتكلم عليها فريرا بيبقى في الماتشات بيبقى خسران وبعدين يرجع للمباراه او بيبقى كسبان ويحافظ على النتيجه. فانت بتتكلم برضك لما يكون عندك لعيبه خبره هيساعدوك بشكل كبير، بجانب الراجل عنده خبره يعني كويسه بيتعامل مع اللعيبه، عنده جراءه وما فيش يعني هو بيجازف لكن بحساب، يعني توقيت التغييرات بتاعته ناجحه جدا. تاني حاجه هو عنده لعيبه في نص الملعب ما خدت مساحه، احنا كنا بنتكلم على رؤى، كل الناس كانت بتقول له رؤى ما يقدرش يستمر في نادي الزمالك، لكن ما خد مساحه للعب وبدا يحفظ الشغل بتاع طارق حامد. بدا يبقى موجود في نص الملعب، الزمالك اوقات كتير قوي الزمالك بيلعب 4-1-4-1 لما بيكون فاروق واقف في نص الملعب وبيشتغل بشكل كويس جدا، وده خبرات اللعيبه وتاقلم اللعيبه مع المدرب.